صحيح خالد، صحيح. احنا بنتكلم على 5 يمكن من اللعيبه اللي بيشاركوا لاول مره في البطوله الافريقيه، انا هاجي عند ده بالتفصيل، بس الاول عايز اتكلم عن مواجهه الاهلي مع سونديب. واحنا بنتكلم عن يعني مش بسبب قوه المنافس، احنا طبعا يعني بنتكلم عن ظروف صعبه حوطة النادي. يعني يمكن انا كمان يا جماعه مع 2 من يعني من النجوم الكبار دلوقتي اللي عاشوا أسوأ من الظروف دي، يعني انا يعني اكيد عشتوا أسوأ من الملاعب اللي شفناها النهارده، اكيد ايوه عشتوا صحيح. في مناخ، شفت انت كابتن سعيد الشيشيني وجمال سالم كانوا بيتكلموا يعني طيارات كانت هتقع وفي يعني حاجات كتيره الظروف جدا، كانت صعبه. انا متاكده ان انتوا عشتوا اصعب من ده، بس انا بتكلم عن في ظل الظروف الصعبه دي اللي مر بيها النادي الاهلي النهارده أثر بشكل على اللعيبة، يعني وانت بتتفرج على الماتش أثر عليهم بشكل طبعا أو أرضية بآخر. الملعب أثرت بشكل كبير جدا. ما أنا مش عايز أتكلم على الأداء أو نقيم الأداء، لأن ظروف أرضية الملعب ما تسمحش بعرض كويس. إزاي التأثير إنما إحنا ظهر؟ كسبنا لا قول لي، النتيجة. قول لي يا كابتن خالد التأثير ظهر بقى إزاي؟ يعني إزاي؟ مش هو بتكلم على نجيلة، مش بتكلم على أساس كرة القدم يا سهام، الاستلام والتسليم. طبعا. الباص وازاي توقفي الكوره، طب هتباصي صح ازاي وتستلمي الكوره صح ازاي مع سوء ارضيه الملعب دي في ملعب زي ده. فمش عايزين نتكلم عليه، احنا نتكلم على ان احنا كسبنا ودي نتيجه كويسه جدا. وانا سمعت هاني في الانترو وانتوا في الاول، ده الفوز رقم 40 للنادي الاهلي خارج ملعبه على مستوى القاره. طبعا ده حاجه تاريخيه يعني طبعا تاريخيه. انا افتكر بقى على ظل يعني في الظروف اللي كنا بنلعب فيها بره في افريقيا على ايامنا بقى في الثمانينات، كانت ظروف اصعب من دلوقتي، حتى طبعا من قبل هاني شويه طبعا. وكابتن هاني كمان طبعا اكيد يعني، لا انا مش عايز اعجب هاني، ده بيحكي، لا ما انا كانت بتكلم الامور كل وكل ما ترجع لورا تكون الامور اصعب شويه. انا فاكر كنا بنلاعب ابالوهيا بطل كينيا في كينيا، ده كينيا دي وكان الملعب غرقان ميه، الملعب مطر رهيب جدا والكره ما بتمشيش، يعني عارف تيجي باص كوره على الارض هنا ما بتمشيش. كابتن خطيب طبعا بقى الموهبه الفذه الاسطوره الكبيره، جه قال لي بص يا خالد احنا مش عايزين نعلي الكوره نلعبها كاننا بنلعب فولي، يعني بص شوف الفكر وشوف الموهبه وشوف احنا كنا بنقدر نتغلب. يعني الكلام ده ما فيش مدير فني قاله لنا، لا ما تلعبش على الارض، العب الكوره حاول. فكابتن خطيب كان بيجي له الكوره بيرفعها من الارض يلعبها فولي، وقف على فخد يلعبها وهي عاليه، مش عايزين الكوره بقدر الامكان ما تلمس الارض. فكانت الظروف طبعا صعبه جدا، الله يكون في عون اللعيبه. النهارده الملعب وحش جدا، احنا من اهم المكاسب ان مفيش حد اتعور، يعني اللعيبه طلعت كلها سلام الحمد لله. والمكسب طبعا 1-0 خارج ملعبك ده يريحك كتير جدا، ولكن احنا في الماتش التاني باذن الله هنكسب بنتيجه كويسه ومريحه أكيد. لان طبعا اللعيبه بتاعتنا على مستوى عالي جدا وهتأدي بشكل كويس جدا، والفرقه التانيه مستواها متوسط.